بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم. يقول السائل: بعض الناس يقولون بجواز الأخذ بجواز أخذ العلم عن الأشاعرة، فالعلماء كالنووي رحمه الله وابن حجر رحمه الله كان عندهم في العقيدة شيئا من عقيدة الأشاعرة، فما صحة هذا القول؟ يؤخذ العلم الصحيح ويترك الخطأ، تجنب الخطأ. العالم إذا كان عنده علم وإفاده ولكن عند بعض الأخطاء يؤخذ منه العلم النافع ويترك الخطأ. نعم.